بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. زمن المعجزات انتهى. جملة بعض الناس بيقولوها لما يحبوا يقفلوا الباب في وش أي حد ممكن يحلم بحاجة صعبة أو بعيدة المنال عليه، فيقوموا كبسينه بقى بالجملة دي. أنت عم بتحلم؟ ده زمن المعجزات انتهى خلاص. بس كل ما بنكبر في العمر وخبراتنا بتكبر معانا وبنشوف وبنسمع دايما عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى في شفاء من كان مفقود الأمل في شفائه، وفي إنقاذ روح كانت على عتبة الموت، وفي انفراج أزمات معقدة، وفي انكشاف غمة، وفي تفريق كرب، وفي فتح باب رزق محدش عارف اتفتح ازاي، وكل السبل كانت اتقطعت والدنيا كانت مقفلة، وفجأة من حيث لا تحتسب يجيلك الرزق والانفراج، ويبقى عندك تمام اليقين ان ده فرج من رب العالمين، الا احيانا بيبقى اشبه بالمعجزه. وبالتالي ما تقدرش تقول ولا تجزم ولا تقرر انه مفيش امل طول ما رب العالمين موجود وطول ما في ناس بتاخد بالاسباب. حاجه من ضمن الحاجات بقى اللي ناس كتير بتتعامل معاها على اساس انها غمه وشيء صعب احيانا بيحتاج معجزه هو تاخر الانجاب عند بعض النساء، وما يترتب عليه بقى من قصة فحوصات وعمليات ممكن ما تجيبش نتيجة، ويوصل الأمر إنه عملية الحمل والإنجاب تتأخر سنين طويلة. وأحيانا بيبقى هناك بعض الحالات اللي ميؤوس منها. حالة بقى من الحالات اللي أنا قابلتها في بداية شغلي كمذيعة ومش قادرة أنساها ودايما بستشهد بيها كل شوية كده، هي حالة سيدة حصل لها شيء نادر الحدوث اللي هو سن اليأس المبكر، بيبقى ساعات في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، وده ممكن يحصل لواحد في المية من الستات. يعني ايه بقى سن اليأس المبكر ده؟ يعني ما يبقاش فيه تبويض خالص، والدورة الشهرية تنقطع تماما، مش مثلا بتقل ولا بتضطرب او بتتلخبط، لا لا لا، ده انقطاع تام كأنها عدت الخمسين بقى وفي الستين سنة، مفيش بويضة واحدة ممكن تتلقح ولا حتى تتنشط، ولا حد يملك يعمل لها اي حاجة لانها قطع عملية التبويض دي من بابها. وبالتالي اتقال لها كده يعني معلش خلاص انسي خالص بقى وعيشي حياتك بشكل تاني، سافري اشتغلي اتفسحي اكفلي يتيم، بس خلاص شيلي الموضوع الخلفة ده من دماغك تمام. وكان الرأي ده من أكتر من طبيب، وبالفعل الست احتسبت وسلمت أمرها لله وخلاص عاشت حياتها. وبعد سنين طويلة وهي في سن 38 سنة تقريبا، يشاء ربنا سبحانه وتعالى إن الدورة تجيلها مرة واحدة في السنين دي كلها، مرة واحدة، وتحمل لوحدها بدون أي تدخل وتخلف بنوتة، وبعد ما تخلفها طول تقطع الدورة تاني وترجع للسن اللي كانت فيه تاني. ده عشان كده ما بنحبش نسميه سن اليأس. ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يرضيها ويرزقها ببنوتة جميلة تحلي عليها عشتها وتتنحى جانبا كل النظريات الطبية والعلمية أمام قدرة الخالق. وبالتالي في مدرسة كبيرة من الأطباء بعد ما شافوا كتير من قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا يقفلوا الباب في وش أي حد، ومع بقى تطور العلم وتطور عمليات الحقن المجهري النتائج بقت بتتحسن، وستات كتير صحيح ممكن تتعب في خطوات الحقن المجهري ممكن تعمله أكتر من مرة، لكن لما بتشوف غيرها جابت نتيجة وخلفت بتتشجع وبتاخد بالأسباب. احنا النهارده بيشرفنا دكتور اسماعيل ابو الفتوح استشاري النساء والتوليد بكليه طب القصر العيني، وعاوزين نساله عن مدى تطور عمليات الحقن المجهري ونسب نجاح العمليات دي، وليه نسمع انه في سيده ممكن تعملها اكتر من مره وما تنجحش، ممكن تنجح بعد كده، وواحده تانية ممكن تنجح من اول مره. هنسال دكتور اسماعيل ابو الفتوح اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوا اي سؤال، بس بعد فاصل قصير. جملة مبروك انت حامل جملة تتمنى اي زوجة مشتاقة انها تخلف تسمعها، ويعني بتفرح اي حد سواء اللي حملت بعد شهر او سواء اللي قعدت سنين طويلة يعني نفسها قوي تحمل وتخلف وتشيل ولادها. دكتور اسماعيل ابو الفتوح استشاري طب النساء والتوليد، اهلا بحضرتك معانا ومنورني. واحنا دكتور يعني لينا حلقات قديمه جدا، يمكن من 2009 كنا بنطلع ونتكلم عن المواضيع دي. هل من 2009 لدلوقتي حصل تطور؟ يعني كنا بنتكلم نقول ان العلم تطور وكذا،
فوجئت لقيت انه خلاص مش 10 سنين تقريبا يعني عدوا. هل من ساعتها لدلوقتي تطور الموضوع ولا ستيل نفس البروتوكولات ونفس؟ لا طبعا بصي، لا طبعا المواضيع بتتطور في العلم بصفه عامه بيتطور، وبالذات في موضوع اللي هي الاخصاب المساعد، اطفال الانابيب والحقن المجاري. يعني شهر عن شهر الامور بتتطور وبنلاقي في تقدمات عاليه جدا، في علاجات جديده بتكتشف وفي بروتوكولات جديده بتحصل. الحاجات دي كلها علشان خاطر بتزود النسب، يعني كل شويه نسب حدوث الحمل عن طريق الاخصاب المساعد واكتشاف ميديات جديده واكتشاف حاجات جديده بتساعد على زياده فرص حدوث الحمل. يعني لو انت تتخيلي، لو احنا نرجع شويه كده للماضي، خلينا نرجع قبل كده بشويه، ان اول طفله اتولدت لليلي لويز براون اتولدت 25 جولاي كان سنه 78. بالحقن المجهري. دي اول طفل باطفال انابيب، يعني كان اياميها لسه الحقن المجهري ما اتعملش. بعديها بسنه اتولدت، عندها 40 سنه دلوقتي. بالظبط 78 كده. عندها 40 سنه دلوقتي. بعديها بشويه، بعديها بسنه اتولدت طفله ثانيه، بعديها بسنه اتولدت في امريكا ثالث طفله اطفال انابيب، استراليا كانت الثانيه الثالثه، وقعدوا لمده كذا يعني مثلا 3 4 سنين ما كانش فيه غير 15 طفل اللي اتولدوا عن طريق اطفال الانابيب. حاليا في اكثر من 5 مليون طفل مولودين عن اطفال عن طريق الاخصاب المساعد وورد وايد، يعني فده حل مشاكل ناس كتيره جدا. 5 مليون طفل، حل مشاكل ناس كتيره جدا ما كانش تتخيل انها ممكن يحصل عندها حمل بالطرق يعني بطرق الاخصاب المساعد. ده مصر منهم كام؟ مصر، لا احنا عندنا كتير جدا. مصر عامله نتائج كويسه. طبعا احنا خلي بالك، احنا اول مكان في الميدل ايست كله، في افريقيا، في افريقيا والميدل ايست، عملنا فيه اطفال انابيب والحقن المجاري، كنا من زمان خالص. وعندنا دلوقتي الاف الاطفال اللي بيتولدوا كل سنه عن طريق يعني الاخصاب المساعد. متطوره في الموضوع ده، متطوره جدا. احنا عن احنا عندنا نسب النجاح اللي موجوده في المراكز المصريه، يعني انا مش بقول لك ان هي يعني عاليه جدا، بتناسب النسب العالميه، وفي بعض المراكز بتفوق النسب العالميه كمان. فطبعا الكلام ده بدا من الاول خالص، لان في كان بدانا من سنه تقريبا 86، وفضلنا برضو في الاول خالص. طبعا نسب الحمل كانت قليله، وكانت حتى التكنيكات او التقنيات اللي بتتعمل كانت تقنيات غير اللي موجوده دلوقتي. مع التقدم كل شويه بدا يظهر تقدمات زياده، لحد ما وصلنا للشكل النهائي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، اللي هو المراكز الاخصاب المساعد او مراكز اطفال الانابيب اللي موجوده بقت ليها شكل وبقت ليها هيئات في العالم كله. وده اللي زود فرص النجاح في كل حته. وهي في مصر يعني ماشيه بالتوازي مع اي تطور في العالم؟ هو موجود، مفيش بروسيجر، مفيش اي حاجه بتتعمل في الخارج ما بتعملش في مصر دلوقتي، بالذات في مجال اطفال الانابيب والحقن المجاري. لدرجه ان احنا في ناس بيقول لنا، لان الاسعار برضو في مصر طبعا اقل من الاسعار بره، فاحنا كتير جدا يعني. انا حاليا بيجي لي ناس من امريكا، وبيجوا ناس من كندا، وناس من كل حته في العالم، من اوروبا وكل حته في العالم، بيجوا يعملوا اطفال انابيب او الحقن المجاري في مصر، علشان خاطر نسب النجاح عاليه جدا، وفي نفس الوقت التكلفه اقل بكتير قوي. اقل ده بتوصل للعشر في بعض الاوقات يعني. طبعا. طيب ناخد منى. ايوه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا منى. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا بنتي متجوزه لها سنه واربع شهور. ايوه. ويعني لغايه دلوقتي لسه ما حصلش حمل. عندها كم سنه؟ نعم؟ عندها كم سنه؟ عندها 22. صغنونه خالص. ربنا يدي العاون. وراحت يعني للدكتور وكده، واعطاها كان يعني اعطاها منشطات اللي هي بتتاخد مع متابعه التبويض ده. خدتها شهر وبرضك ما حصلش حاجه، قال لها ريحي شهرين، والحقن دي تاثيرها بيستمر 3 شهور. رجعت خدتها تاني، لما جت بقى راحت له تاني، اعطاها برضك بس نوع تاني مختلف عن الحقن الاولانيه، بس برضك عشان التبويض منشطات يعني. والحقنه اللي هي التفجيريه اللي بيديها لها من يوم 10 في الشهر دي بعد الدوره. وما حصلش نصيب. فراحت لدكتور قال لها اعملي اشعه بالصبغه. عملتها ورحنا له امبارح، قال هي الصبغه منتشره في الرحم كله، بس يعني في التقرير مكتوب ان الانبوبه الناحيه اليمين كان فيها التصاق بسيط.
بس الصبغه منتشره في الرحم كله، دليل على كده ان هي ايه سربت يعني، فيها فتحه بسيطه او حاجه. فيعني الالتصاق ده يمنع حاجه ولا؟ ماشي يا منى، شكرا يا منى. بنوتة طيب. عندها 22 سنة. أولا هي سن صغير جدا. احنا دايما بنقول حاجة برضو موجودة عندنا في العرف في مصر، ان هو بقى تاني شهر بعد ما بيتجوزوا بيبقوا عايزين قلق من الأهل ومن الحما ومن الأم كلهم، ان زي أول شهر أو تاني شهر ما حصلش حاجة. لازم نعرف بس كونسبت كده معين نديلهم وعي فيه، ان نسبة حدوث الحمل كل شهر من بعد الزواج لا تتعدى ال 15%. يعني كل ده الناس الطبيعية خالص، الناس اللي هم لو هي زوجة سليمة وزوج سليم تماما وبيحصل علاقة زوجية، كل 100 كابلز بيتجوزوا 15% بس اللي يحصل عندهم حمل أول شهر. الشهر اللي بعديه 15% من المتبقيين، وهكذا بعد مرور سنة بيفضل 15% بس من الناس اللي ما حصلش عندهم حمل، و85% من الناس حصل عندهم حمل. إذن هي المفروض إن احنا ما ندورش على تأخر حمل بالذات إن سنها 22 سنة غير بعد مرور سنة. ماشي. هي بدأت هي بقى لها سنة وأربع شهور بالظبط، هي دلوقتي عملت الأشعة اللي بالصبغة، هي بتقول إن لقيت إن في انتشار للصبغة، وفي نفس الوقت بتقول في تجمعات، بتقول إن الاحتمال يكون في التصاقات أو حاجة. الحل اللي هي تعمله، أول حاجة الزوج لازم يعمل تحليل سائل منوي، لأن برضو من ضمن الحاجات الشائعة إن ممكن تلاقي الزوج عمالة تعالج، وأنا شفت بنفسي حالات زي كده، الزوجة قعدت مثلا 3 أو 4 سنين بتتعالج، وبعد كده نيجي نعمل تحليل سائل منوي للزوج لأنها أزوسبيرمك، ما عندوش ولا حيوان منوي. محدش فكر ان هو يعمله تحليل للسائل المنوي، وكل العبء دايما على الزوجة. يا عيني. 40% من حالات تأخر الحمل بيكون الزوج سبب فيها، و40% الزوجة و20% غير مفصل الصبغة. ولا يعيب ولا عيب في الرجولة ولا اي حاجة يا دكتور، مش لازم نقول الكلام ده بس ما فيهاش حاجة يعني. يعني هي في ناس ما بتحبش، وفي ناس بتنسى اصلا ان في المشكلة عند الزوج يعني. الزوج يعمل طب يا حاج بتقول انه بعد سنه ونص هما الاثنين يدخلوا يعملوا التحاليل مع بعض؟ الزوج يعمل تحليل وهي تعمل بقيه التحاليل، وتراقب بقى متابعه للتبويض، تشوف اذا كان عندها التبويض منتظم ولا لا. لو كل حاجه كانت سليمه يبقى وحصل حمل يبقى كويس، لو ما حصلش حمل وهي سليمه وهو سليم وقعدوا لمده مثلا 3 لـ6 مرات بياخدوا ادويه تنشيط تبويض، ممكن يكون ده تاخر في الحمل غير مفصل السبب. ساعتها بقى نخش على موضوع الاخصاب المساعد اللي هو التلقيح الصناعي واطفال الانابيب، وتدخل عليه ولو ان هي وهي بالظبط، ولو ان هي في سنها ده. انا اعتقد ان هي لو ما فيش مشاكل عند الزوج وما فيش مشاكل عندها غالبا هيحصل حمل على طول. وحضرتك طبعا عاصرت الحاجات دي كتير، كتير قوي يعني. يعني ما تدخلتش بحقن مجهري ولا قلت لها يلا ولا غالبا كم. هي باللي هي بتكلمه دوت غالبا حاجات بسيطه ويحصل حمل عندها على طول. اسماء. الو. اهلا يا اسماء، ازيك؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. الحمد لله، اتفضلي سؤالك يا اسماء. لو سمحتي، انا متجوزه بقالي سنه ونص. ايوه. وحصل حمل من اول شهر. ايوه. والحمل نزل كان شهر ونص. وتاني حق وبعد كده نفس. طيب انا ما سالتهاش هي عندها كام سنه، ولا انما يعني الاجهاض اللي هو يعني بعد شهر مثلا ده ممكن يعني نقول اسبابه ايه؟ هي طبعا لو اجهاض احنا دايما بنقول ان نسبه الاجهاض قد ايه برضه، عشان نعرف الاول نعرف الاجهاض هو ايه. هو ان الطفل ينزل قبل ما يكتمل القدره على ان هو يتابع الحياه، يعني في قبل 23 اسبوع في اجهاض بيحصل في الشهور الاولانيه اول 3 شهور، وفي الشهر اللي هو من الاسبوع ال 14 للاسبوع ال 28، او دلوقتي بقينا نقول لحد الاسبوع ال 24. لان بعد قبل الاسبوع ال 24 بيبقى صعب جدا حدوث حياه للطفل يعني. تمام. 15 لـ20% من المتزوجين هيحصل عندهم اجهاض في وقت من الاوقات، فاذا من نسبه مرتفعه. الاجهاض اول مره ما بندورش قوي على الاسباب، الاسباب متعدده، لكن probably ممكن احنا نشوف لو كان في مشاكل معينه ممكن انها تؤدي بعد كده للاجهاض المتكرر. ده اللي بنخاف منه، لان الاجهاض المتكرر بيحصل في 1% من السيدات. بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان بنلاقي اكتر من مرتين او 3 مرات ورا بعض اجهاض بيحصل تقريبا في نفس الوقت. ممكن يكون السبب في مثلا حاجز في التجويف الرحمي، ممكن يكون في اجسام مضاده موجوده، ممكن يكون موجود اتساع في عنق الرحم، واتساع في عنق الرحم دوت يسبب الاجهاض ان هو يحصل دايما في الاسابيع الاخيره. يعني بدا مثلا من الاسبوع 16 18. بس ده بتتعرف من الاول ولا ما بتتعرفش؟ ما احنا بنعرفها بقى من تاني مره او تالت مره، بنلاقي ان كل مره بيحصل الاجهاض في اسابيع متاخره، يبقى اذا عنق الرحم بيبقى واسع، يبقى نعمل لها ربط. لا كتير، احنا شفنا حالات كتيره قوي حصلت كده.
يعني بعد ما تعدي شهور الحمل كلها يحصل لها يعني إرهاض مثلا لوحدها. في الشهر الخامس او اخر الرابع. فالحالات اللي زي كده بتستفيد قوي من ان احنا نعمل لها ربط العنق الرحم. في حالات تانية لو في حاجز في الرحم بنشيل الحاجز اللي في الرحم دوت، لان كل مره بيحصل التصاق للجنين في الحاجز الرحمي دوت ممكن يحصل اجهاض. ممكن يكون في مايوما او فايبرو بوليب او ورم ليفي موجود داخل التجويف الرحمي، ممكن ده برضو يتشال. يعني في شويه تحاليل وفحوصات لازم الطبيب بيعملها للمريضه دي، بنقدر نعرف السبب. لو عرفنا السبب بنعالجه وربنا بيكرمها بعد كده. يعني ام مالك؟ الو، اهلا يا ام مالك. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا مدام دعاء لو سمحتي، انا والده بقالي 3 شهور وعايزه اعرف بس، انا والده قيصري وعندي 37 سنه. ايوه. فمش عارفه الوسيله المناسبه ليا ايه. الوسيله اول مره اولد قيصري. انت والده قبل كده كام مره؟ والده 4 مرات طبيعي ما شاء الله. ربنا يحفظهم لك يا رب ويخليهم لك. طيب 4 مرات طبيعي وختمت بالقيصري، فالوسيله ملك بس اللي قيصري. ماشي، سكتي ملك بقى، ملك عماله تعيط اهي. شكرا لك. ماشي يا ام ملك. هو طبعا في وسائل كتيره لمنع الحمل. احنا اول حاجه بنقول فيها يا اما هي دلوقتي بترضع، ف محتاجه وسيله حالا. ايوه. يعني هو 4 مرات والخمسه فمش قادره. الزوج يستخدم وسيله، ممكن هي تستخدم وسائل، يا اما الاقراص اللي هي منع الحمل، يا اما في حقن لمنع الحمل، يا اما بتستخدم اللولب او اللوب بيتركب فيه نوعين منه، في الانواع العاديه. الحقن دي بيقولوا بتتخن يا دكتور. بصي، الحقن بصفة عامة ما ثبتش قوي انها بتتخن، لكن هي بتخلي المية تبقى رتين في الجسم شوية. فبتنفخ بعض الناس، لكن الأغلبية ما بيحصلهمش مشاكل منها. يعني لو احنا قلنا مثلا 100 ستة هياخدوها، 90 مثلا او اكتر مش هيحصل لهم اي مشاكل منها. اللي بيحصل لهم ان الوزن بيزيد، دولت هم نفسهم اللي وزنهم بيزيد جامد قوي في الحمل، هم نفسهم اللي اخذوا قراص منع الحمل هيزيد، هم نفسهم يعني هم دولت في ناس بياكلوا بقى مخللات، بياكلوا مش عارف، ممكن يبقى في عادات اصلا تانية فبتعمل رتين، بتخلي الميه تبقى مرتين في الجسم، فبتعمل القصه دي. بنقوله ان الحاجات دي كلها سيف، هي بتشوف الوسيله اللي بتناسبها ايه وتستخدمها، يعني كذا وسيله وتشوف اكتر وسيله هي هتمشي معاها. يعني ملهاش علاقه هي ولدت قيصري ولدت طبيعي؟ لا، كل الوسائل ممكن يعني. طيب والحبوب اللي بتعصب دي؟ ما هو برضه زي ما احنا قلنا، انت لو قريتي نشره الحبوب منع الحمل مش هتاخديها. ليه؟ لان مكتوب فيها كل السايد افكتس، لكن برضه زي ما بنقول 90 او اكتر، 95% مثلا من الناس بياخدوا البيلز دي وعمر ما عندهم اي مضاعفات. لكن هي في ناس مثلا بيجي لهم مايجرين، بيجي لهم صداع نصفي، في ناس بيجي لهم شويه خمول، يعني في ناس بيجي لها حاطط كل الليست، هم كاتبين كل الحاجه اللي ممكن تحصل، لكن الاغلبيه مش بيحصل لهم حاجه منها. وبالذات ان راس منع الحمل اللي موجوده اللي هي الجديده دلوقتي نسبه الهرمونات بقت فيها قليله جدا، والافيكاسي بتاعتها كويسه. يعني هي 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 زمان كانت نسبه الهرمونات عاليه جدا، عمر يعني طول عمر راس منع الحمل نسبه ان يحصل حمل معاها ضعيفه قوي، يعني يعني الافيكاسي بتاعتها كويسه جدا، لكن كان دايما عندها مضاعفات او سايد افكتس كتيره. بعد ما بدات في تطورات وبقينا بنعمل بيلز هرمونات اقل، بقت دلوقتي نسبة انها برضو بتحافظ على ان ما يحصلش حملة عالية جدا، لكن في نفس الوقت المضاعفات قلت قوي، فبقت دلوقتي البيلز بقت هايلة، بالذات الانواع الجديدة اللي كمان ما بتزودش الوزن. يعني في انواع جديدة نزلت دلوقتي فيها جزء البروجسترون اللي فيها ما بيعملش المية في الجسم، فبالذات ما بتزودش الوزن، فبقت دلوقتي متوفرة بكثرة. يعني امل، السلام عليكم. عليكم السلام يا امل، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. طيب بعد اذنك بس انا كنت عايزه اسال الدكتور على حاجه. انا بس معايا ولد من 4 سنين ونص، عمره 4 سنين ونص، فاتجوزت يعني جوازه ثانيه وبقالي سنه متجوزه بس ما حصلش حمل. فانا يعني عملت تحاليل وهو عمل تحاليل، هو طلع عنده شويه مشاكل، اللزوجة عاليه، عدد الحيوان قليل، في ضعف. وبعدين الدكتور طلب مني اشعه بالصبغه. فانا وديتها للدكتور، فواحد قال ان هي تمام ما فيهاش اي حاجه، والتقرير بتاع الاشعه طلع كويس ومكتوب فيها جد وما فيش اي مشكله. دكتور تاني قال لي لا، ده في حاجز رحمي. انا رحت لدكتور تاني لما فكرت اعمل حقن مجهري. اوكي.
فدكتور التاني قال لي لا ده في حاجز رحمي وعندك اعوجاج في الانابيب، رغم ان ده مش مكتوب اصلا في التقرير بتاع الاشعه. فانا حاليا مش عارفه يعني الحل ايه، ورغم انه في دكتور بقى تاني قال لي ان لا لو في حاجز رحمي ده بيبقى خلقه ربنا، ما بيبقاش موجود، هو يعني ما بيبقاش موجود، يا موجود من الاول يا مش موجود، ما بيجيش طيب. كيفيه غلط او تاثير جرح غلط او كده. ماشي امل، هاخد دعاء ونرد عليك. يا دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. ازيك حضرتك؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. انا دكتور كنت حامل في 3 شهور في توأم، وبعد كده اجهضته يعني، وبعد كده راح جاني انا في بطني، بعد ثاني يوم عملت عمليه تفريغ، ثاني يوم على طول جاني انا في بطني، بيجي مستمر معايا لحد الوقت يعني سنتين واكثر، بس ما اروح الدكاتره، وكل اروح مع دكتور اتابع معاه يعني يقول لي مفيش ولا اي حاجه، ده ألم عادي مفيش اي حاجه. وما حملتيش بعد كده يا دعاء؟ اخد حقن في الكتفان وما حصلش حمل لغايه دلوقتي. انت عندك كام سنه؟ كام سنه؟ عندي 25 سنه. وكان الحمل طبيعي اول مره يعني ما من غير اي وسائل مساعده؟ حملت اول واد وبنت وفتحت قيصر، بعد كده ركبت، كنت مركبه شريط لون. يعني انت عندك ولد وبنت الاول؟ ابو قيصر. قيصر. بعد كده حملت. وبعد كده حملتي في توأم اجهضتي؟ وعندك وجع في بطنك من ساعتها؟ الم في البطن نفسه يعني في الرحم نفسه الم. طيب بروح الدكاتره يقولوا ما فيكيش اي حاجه، بيستمر مده ربع ساعه وبعد كده الالم، باخد حقنة كتفان مسكن يعني، وبعد كده الالم بيختفي بعد ربع ساعه، بروح كل ما اروح الدكتور يقول لي لا ما فيكيش، انت ما فيكيش اي حاجه. في اي سؤال حضرتك عايز تسأله؟ يديني منشطات وبرضه هل الألم ده له علاقة بالدورة؟ قبل ما تجيني الدورة بيوم بيكون الألم ده جاني. طيب ماشي يا دعاء، هنرد على دعاء وأمل بس بعد فاصل قصير. عودة ليكم مشاهدين على الهواء مباشرة. أمل اتصلت، عندها ولد عمره 4 سنين ونص واتجوزت جوازة تانية، جوزها عمل التحليل عنده لزوجة عالية وعدد الحيوانات المنوية قليل، وهي راحت عملت أشعة فواحد قال أنه عندها حاجز رحمي وعوجاج في الأنابيب، رغم أن ده مش مكتوب في الإشعة. بص هي طبعا هي كونها خلفت قبل كده ده ضد قوي أن يكون في حاجز رحمي، ولو أن ساعات ممكن يحصل يعني، وده ما يمنعش الحمل. المشكله كلها عند الزوج بصراحه. تمام. فلو هو الزوج يبدا يتعالج، لان زي ما قلنا ان 40% من حالات تاخر الحمل بيكون السبب الزوج فيها. فالزوج لو عنده مشكله في قله عدد الحيوانات المنويه، في ادويه بتتاخد وفيها لازم طبيب ذكوره يبص عليه. وهي بالنسبه لها اسهل شيء انها تعمله تعمل سونار ثلاثي الابعاد، ده يبين اذا كان في حاجز في الرحم ولا لا. لو كان في حاجز في الرحم ممكن بسهوله جدا، احنا دلوقتي بنعمل العمليات ديت يوميا يعني، نعمل عمليات حاجز الرحم عن طريق المنظار الرحمي، ممكن في خلال ربع ساعة ونص ساعة تكون العملية. يعني حاجة بسيطة جدا عملية الحاجز الرحمي لو كان موجود، ولو اني اشك في الموضوع دوت لان هي حملت قبل ممكن كده، ممكن يطلع بعد ولا بتتولد؟ لا ممكن يكون موجود بس حصل حمل وهو موجود يعني. ياما شفنا حالات وكملوا كويس لكن بتسبب اجهاض بعد كده هو. لكن هي ما سببتش انها بتمنع الحمل قوي يعني. فهي يعني الاساس هو فكرة ان الزوج طبعا نشوف ان موضوع الزوج بالذات ان هي كانت مخلفة قبل كده يعني. طيب دعاء بقى، هي اصلا كان عندها ولد وبنت قبل كده، ولما حملت في توأم سقطت. حملت توأم برضه قبل كده؟ هي جابت ولد وبنت لوحدهم، كل واحد لوحده. أوكي. وبعد كده حملت في توأم وسقطت بعد 3 شهور، من ساعتها وعندها ألم كبير في بطنها، وحضرتك قلت لها انه الألم ده مع الدورة الشهرية. هي بتقول انه بيجي لها قبل الدورة. قبل الدورة بكام يوم. هي القصة كلها لازم طبعا في الحالات اللي زي كده اهوت، ده بنقول عليها كرونيك بلفيك بين، اللي هو ألم مستمر في الحوض. القصة كلها ان احنا لازم
نعمل لها تحاليل وفحوصات لكذا حاجة، لأن المكان ده موجود فيه ممكن يكون الألم ده سبب وحاجة في المسالك البولية، ممكن يكون سبب وحاجة في القولون، ممكن يكون سبب وحاجة في أمراض النساء، وممكن يكون سبب وحاجة في العظام. كل الحاجات دي موجودة في الحوض. لازم احنا الأول نعمل لها تحاليل ونشوف إذا كان عندها مشكلة في المسالك البولية ولا إذا كان مشكلة في القولون، ونشوف إذا كانت المشكلة دي طالما هي بتجيلها قبل كل دورة يبقى احتمال إن يكون المشكلة ديت مثلا مرض البطانة المهاجرة. مرض البطانة المهاجرة ده بيجي عند برضو بعض الناس، ممكن يبقى عندهم قبليها وأثناء الدورة وبعديها بتلاقي الألم موجود على طول. فالحالات اللي زي كده بتضطر تعمل منظار وتقدر إنها تعالجها أو بتاخد أقراص معينة. فلازم تعمل أشعة تلفزيونية ثلاثية الأبعاد وتبدأ تشوف إذا كان في مشكلة عندها في الأجهزة التانية اللي زي ما قلنا، وأكوردنجلي بقى تاخد العلاج. الحاجة اللي مطمئنة إن أغلبية الحاجات ديت ليها علاجات، يعني مفيش حاجة من اللي إحنا قلناها دي كلها ملاش علاج. يعني وانس إن إحنا بس لقينا دايجنوز الصح أو شخصنا تشخيص صح هو سبب الألم إيه، بنقدر نديلها علاج والعلاج دوت بيمشي معانا. تمام. منا. ألو. أهلا يا منا، مساء النور. إزي حضرتك يا مدام دعاء؟ الحمد لله، اتفضلي. نسأل حضرتك، أنا دكتور، أنا وعندي بيريود منتظمة، مفيش أي مشكلة من قبل ما أتجوز. أنت متجوزة بقالك قد إيه؟ ما سمعتش معلش. 10 شهور. 10 شهور. 31 سنة. أوكي. كم سنة؟ 31. وبعدين قعدت 7 شهور ما رحتش لدكتور ولا أي حاجة. الدكتور رحت له في الشهر السابع. اداني المنشط اللي هو الكولونيل، فاخدته شهرين وما جابش معايا اي نتيجه. عرفت عملت تحليل الاي ام اتش والبرولاكتين وعملت ال اتش، فكان طالع الاي ام اتش 7.8. فقال لي ان ده في حاجه اسمها بي سي او اس اللي هو التكيف، في تكيف عامله رغم ان انا يعني وزني مش بايظ وعندي برد منتظم، ما فيش عندي اي اعراض من حاجه زي كده. تمام. ان انا عايزه التحليل اكتر من مره فطلع نفس النتيجه، طلع البرولاكتين عندي كان 60. سريع وزنها زايد. وزنك قد ايه يا منى؟ 70. يعني وزنك زايد عن العادي يعني؟ لا لا، وزني زايد. ماشي. فاداني الدوستينكس عشان البرولاكتين، فوصل من اول جرعه يعني بعد القرصين وصل لحد 2. ليه؟ وصل لايه؟ 2 يعني نزل من 60. وانت كان البرولاكتين عالي اصلا؟ كان 60. 60 اوكي، وبعد كده اخدتي علاج ووصل 2 اوكي. طبيعي. هو الطبيعي نزل كام؟ كانت عندي 7 وبالالتروكسين بقى لي شهرين وصل عندي 2.5، يعني كل حاجه دلوقتي نورمال. واديني اخر حاجه منصه الشهر اللي فات اللي هو الفيمارا، وبرده ما فيش اي حاجه. طيب شكرا يا منى. يا دكتور طيب بصي بقى دلوقتي، طبعا بقالك 10 شهور، اولا ده ما يعتبرش تاخر في الحمل، ها يعني ده لازم تبقي عارفه. هي بس القصه كلها ان هرمون الاي ام اتش لما يكون عالي فعلا زي ما هي بتقول ممكن يكون عندها تكيسات على المبيض، هي دي بتمنع التبويض، فعشان كده ممكن تبقى محتاجه ادويه تنشيط تبويض. بس عشان نقدر نعرف مش بس هرمون الاي ام اتش، احنا لازم نعمل لها تحليل هرمون البروجسترون في اليوم ال 21 نقدر نتاكد اذا كان في مشكله عندها في التبويض. الحاجة التانية اللي هي بتقولها وبروبابلي ديت ممكن تكون منع الحمل او كانت منع لها التبويض، هو ان البرولاكتين عندها كان عالي، كان وصل ل60، فهي اخذت لها دلوقتي ادوية الدوستينكس دي وطيته. دايما تعمل بقى ايه تشيك اب على البرولاكتين، تتاكد ان هو واطي، تعمل تحليل هرمون البروجسترون في اليوم ال 21، لو كان الهرمون البروجسترون اقل من 10 يبقى معناها في ضعف في التبويض، يبقى ساعتها تاخد ادوية تنشيط التبويض. هي خدت تنشيط وما عملتش حاجة. ادوية تنشيط التبويض مش لازم بتجيب النتيجة من اول مرة، هي لازم برضو نبقى عارفين القصة دي. يعني لو هي سليمة وكل حاجة موجودة عندها نورمال واخدت ادوية تنشيط تبويض وجاب التبويض، لان يعني ممكن تاخد ادويه تنشيط تبويض وما يحصلش تبويض فتاخد جرعه ازيد. احنا ازاي نقدر نتاكد انها جابت نتيجه؟ ان احنا نشوف الحويصله وصلت لحد 18 ملي ونشوف هرمون البروجسترون عدى ال 10. وبرده ما ننساش في زي ما دايما بنقول ان احنا نتشك على الزوج ان هو سليم، يعني برده ما ننفعش ان احنا نديلها ادويه تنشيط، يعني ممكن هي تتلخم في شويه مشاكل عندها. ايوه بالظبط كده، بس لازم ده حاجه لازم عارفه اي بي سي اول حاجه، لازم الزوج والزوجه بيعملوا فحوصات. الزوج يبقى سليم نبدا بقى نشوف هي
اذا كانت هي محتاجه ادويه تنشيط ولا لا. ومش دايما بيحصل، حتى لو هي عندها كل حاجه سليمه ممكن مره ومرتين وثلاثه لحد ما يحصل حمل من طرف. طيب يعني هي قطعت المنشط بعد شهرين، هل يتقطع ولا يفضل تاخد طول الوقت مع المنشط؟ الاول لازم المنشط تشوف هي بيجيب نتيجه ولا لا. انا كتير قوي من الناس بياخدوا منشط من نفسهم من غير ما يكون في سوبرفيشن من دكتور. تمام. فتيجي تلاقي المنشط مثلا اخدته وافتكرت ان حصل علاقه زوجيه وما حصلش حمل، هي اوريدي المنشط ما جابش نتيجه لان هي لا شافت حويصلات خرجت ولا عملت تحليل هرمون البروجستيرون. طب يعني في الحاله دي ممكن المنشط يتغير؟ المنشط بيتزود الجرعه، يعني ممكن الجرعه تكون قليله تتغير تزيد، ممكن بعد كده تبقى محتاجه حقن بدل الاقراص على حسب المنشط. ايه وعلى حسب النتيجه. وخلي بالك برضو زي ما بنقول ان اغلبيه الاوقات المنشطات بتجيب نتيجه، يعني حتى لو الجرعات بتزيد لحد ما بتجيب نتيجه. الادويه اللي موجوده حاليا في السوق بقت ادويه بوتنت جدا، بقت ادويه قويه جدا، بحيث ان احنا ما بقاش محتاجين نعمل العمليات بتاعت زمان. على طول الادويه بتجيب نتيجه. طب كويس قوي. مي. الو. اهلا يا مي، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن اسال الدكتور عن سؤال؟ اتفضلي يا مي. اتفضلي. انا كنت عامله اشعه رنين فظهر فيها كيس على المبيض اليمين. فانا لسه ما روحتش للدكتور يعني لسه عشان يقول لي، فانا خايفه من الموضوع ده. انت متجوزه يا مي؟ متجوزه. ومخلفه؟ تمام. الكيس حجمه قد ايه؟ لا ما مش عارفه الصراحه. طب حضرتك كنت بتشتكي من ايه عشان عملتي الرنين المغناطيسي؟ كنت بشتكي من عندي انزلاق عامه في الانزلاق الغضروفي. اوكي. ودي فهو ظاهر في اشعه الرنين، فهو امبارح الدكتور قال لي روحي للدكتور نيسا. أوكي. يشوف ال ده بالصدفه كده، عشان هو قال لي كبير يعني مش صغير. ماشي يا مي. هو طبعا بصي كتير قوي بنشوف حالات زي كده، هو الرنين المغناطيسي حتى لما بيشوف، عارفه لو شاف حويصله كبيره بيقول عليها كيس، هي يعني مش كل الاكياس معناها ان في مشكله عندها، هي لازم طبعا تتشيك مع الجينيكولوجي، تروح لدكتور الامراض النساء وتشوف. بس اغلبيه الاوقات مش هيطلع ان في مشكله، لان ممكن دوت يطلع كيس وظيفي، ممكن يطلع هي حملت وعادي وهي ما اشتكتش من حاجه. ما اشتكتش من حاجه، بتشتري انزلاق غضروفي، فعملت الاشعه الام ار اي فمبين ان في كيس على المبيض. اغلبيه الاوقات اللي انا بشوفها، لان انا يعني كل يوم بيعدي عليا حالات كتيره جدا كده، بيجوا قلقانين، اغلبيتهم بيكون بيطلع في الاخر ده كيس وظيفي، تاخد اقراص معينه وهيروح، او ممكن حتى من غير اي حاجه. لازم طبعا افرضي طلع لا قدر الله في مشكله، يبقى ساعتها بنقدر نشوف. صحيح. كل ده بيبان بالاشعه التلفزيونيه. انما ما تقلقيش، هي صوتها قلقان ومرعوبه. لا ما تقلقيش خالص ان شاء الله، اغلبيه الوقت ما بيبقاش في مشكله خالص، وبالذات انه بيبقى في حمل وفي كذا وفي كذا. تمام. معانا مين؟ اسماء. اهلا يا اسماء. طيب فاطمه. الو. اهلا يا فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا عاوزه اسال الدكتور على حاجات يعني. اتفضلي. والله يا بنتي مشكله لبنتي ان هي عملت كان حاجز رحمي وفتح بطني، يعني فتح لها بطنه. فدلوقتي يعني كان عندها مشاكل كتير، بقى لها 10 سنين متجوزه وكده، ف يعني عملت كذا عمليه. هي بتعاني ان ما فيش حمل؟ شالت الرحم، شالت الانابيب، خلاها تشيل الانابيب عشان كان بتجيب ميه. وبعدين قال لها في حاجز رحمي ورم جوه في الرحم شالته. وكذا عمليه يعني بقى هي ما خلفتش، هي بقى لها 10 سنين متجوزه وما خلفتش خالص. تمام. عملت حقن مجهري ولا لا؟ عملت حقن مجهري بتاع 6 مرات ما كانش فيه، كان لسه ما نعرفش الحاجات اللي هي كان عندها. كم سنه بنتك عندها كم سنه؟ عندها 31 سنه. كويس طيب ماشي يا مدام فاطمه. طيب اخد اسماء وهنرد على الاثنين. يا اسماء. الو. الو. اهلا يا اسماء، ازيك؟ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك، انا عندي دلوقتي 35 سنه، انا انسه، عندي 35 سنه، كنت بشتكي من الدوره كانت كتيره عليا زياده عن كل مره. فلما رحت للدكتور وعملت اشعه قال لي عندي لوفه يعني وصمش ونص. عندك ورم ليفي؟ ورم ليفي؟ ايوه. ايوه. واداني الكابرون وضيف ريكس ومستمر عليه اثناء الدوره. فهل هذا يعني كويس بالنسبه لنا انسه استمر عليه ولا في ضرر فيما بعد؟
ايه الادويه؟ الادويه كابرون وايه؟ كابرون ودايفليكس. ماشي دايفليكس. ماشي يا اسماء شكرا. طيب حاضر نجاوب ولا ناخد ساره؟ انا خلاص انا كاتبه الاسئله ناخد ساره عشان ما نلتقاهاش. يا ساره. ايوه اتفضلي يا ساره. لو سمحت انا كنت عامله عمليه فيشيه قبل كده ويعني هي مكلكعه في بطني وكده، ما باجي اقوم ما بعرفش اقوم. بقالك قد ايه عاملاها؟ بقالي 3 سنين. ايه اللي مكلكعه في بطنك دي؟ انا مش عارفه هو ايه، يعني حاجه كده زي ما اكون زي ما اكون كره صغيره كده مكان العمليه. ماشي ماشي يا سارة. في سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا يا سارة. طيب فاطمة بنتها بقالها 10 سنين متجوزة من 21 ل 31 سنة. الأول قالوا لها عندك حاجز رحمي أو عندك الأنابيب بتجيب مية فشالت الأنابيب، وبعد كده حاجز رحمي وعملوها لها بعملية فتح بطن وفي ورم. يعني بصي هو طبعا المعلومات شوية مش دقيقة لأن مفيش حد بيعمل حاجز رحمي دلوقتي، الكلام ده كان قديم قوي، كان ستراسمان اوبريشن الحاجات دي قديمة جدا. دلوقتي أي حاجز رحمي بيتعمل عن طريق المنظار الرحمي، لان ما بقتش العمليه زمان كانوا بياخدوا جزء من الرحم او يشيلوه، العمليات دي اوبسوليت دلوقتي ما حدش خالص بيعملها يعني. الحاجه الثانيه اللي بتقولها قفل الانابيب دوت معناها ان كان في التصاقات في الحوض، والالتصاقات دي سببت ان في تجمع تجمع لسائل داخل القنوات فالوب، فبالتالي الحل الامثل عشان قبل ما تعمل الاطفال الانابيب او الحقن المجاري انها تغلق قنوات فالوب قبل ما تعمل عمليه اطفال الانابيب او الحقن المجاري. وده بيجيب نتيجه كويسه جدا يعني، ده من ضمن عملت العمليه دي 6 مرات. دلوقتي هي بتقول بقى انها عملت العمليه بتاعت اطفال الانابيب او الحقن المجاري 6 مرات. هي السؤال برضو كان هل قبل وقبل ولا بعد ما تكتشف، لان ممكن انا شفت حالات كتيره جدا عملت اكتر من 5 أو 6 مرات وما يكونش اكتشاف السائل اللي موجود في القنوات فالوب. فلو هو ده تم من غلق قنوات فالوب وبدات تاخد بقى تنشيطات كويسه ببروتوكولات جيده في مراكز جيده برضو، لان ممكن تكون بتعمل في مراكز ما هياش جيده جدا للاطفال الانابيب والحقن المجاري، ولو ان يعني نسبه الحمل ما هياش 100% في الاخر خالص، لكن في سنها ده بتصل ل 50 واكتر 60%. لا هي صغيره 31 بقول سنها ده صغير. انا بقول السن الصغير دوت نسبه الحمل عاليه جدا فيه، لكن طيب. ما هياش 100% في الاخر خالص، هي تكرر المحاولات اوكي، وقبل ما تعمل عمليه المره الجايه لازم تعمل منظار رحمي الاول تكتشف اذا كان في اي حاجه داخل التجويف الرحمي، بالذات لو هي كانت عملت فتح بطن. طب نديها شويه امل كده، هل جالك قبل كده او جربت حد عمل العمليه 6 مرات 7 مرات؟ لا ده في ناس، ده في ناس عملوا بره 13 مره وجم حملوا 13 مرة. والله في يعني في حالات كتيره جدا عندنا ريكوردز كتير وحملوا والدنيا مشي كذا مره بعد كده. والله دايما نيفر تو ليت، ما فيش حاجه اتاخرت وما فيش حاجه بعيده على ربنا. اسماء 35 سنه انسه، الدوره بتجيلها كتير، عملت اشعه طلع ورم ليفي وبيديها كابرون ودايفليكس. اوكي هي طبعا بصي الورم الليفي لازم تبقى فاهمه حاجه، الورم الليفي مش دايما لازم له عمليه، يعني دايما بنقول ايه، اولا 25% من الستات عندهم اورام ليفيه وعايشين بيها وما فيش عندهم اي مشاكل، ممكن كل واحده ما عملتش سونارات يكون عندها ورم ليفي صغير، هي المهم هو بيعمل لها ايه، بيسبب لها مشاكل ايه، يعني لو هو الورم الليفي دوت مثلا داخل على التجويف الرحمي بيعمل لها نزيف شديد يبقى ساعتها لازم لابد من التدخل، لكن طول ما الاورام الليفيه موجوده داخل الرحم او بعيده عن التجويف الرحمي او حجمها ما هواش كبير قوي فممكن تتعايش بيها عادي، يبقى ممكن تتعايش بيها مع المتابعه. أيوه. ان هو يشوف حجمه بيوصل لقد ايه. تمام. الادويه اللي هي بتاخدها دي سيف وما بتعملهاش اي حاجه بعد كده بالنسبه لانها انسه. اخر سؤال ساره، القيصريه عندها مكلكعه، هي بتقول مكان الجرح مكلكع بقالها 3 سنين. ما هي بقى القصه كلها ساعات بيحصل حاجه اسمها انسيجنال هيرنيا، مكان الفتح نفسه ممكن يحصل زي فتق، الفتق دوت هو الحاجه اللي ممكن تكلكع، بس هو ده اللي يكون فتق مكان الجرح، فلازم تكشف عند طبيب ويشوف لها ايه الحاجه اللي هي مكلكعه عندها. طبعا نسبه قليله بس بتحصل في بعض الاحيان، زي اي جرح اي عمليه جراحيه ممكن يحصل فيها فتق من مكان الجرح من ضمنها العمليه القيصريه، فهي لازم تشوف حد طبيب يشوفها ويقول لها هي عندها ايه بالظبط. طيب احنا وصلنا لنهايه الحلقه كده يا شباب، خلاص تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إسماعيل أبو الفتوح، منورنا وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية قريب. شكرا جزيلا يا دكتور. بشكركم مشاهدينا، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. سلام عليكم.